بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد حسيني موسى محمد الغزالي، أستاذ في جامعة الأزهر، وكنت رئيساً لقسم العقيدة والفلسفة بالكلية، وأيضاً عملت عميداً للمركز الثقافي الإسلامي بالشرقية. هل كتبت شيئاً عن السيد نورسي؟ التقيت بالأستاذ سعيد النورسي، بديع الزمان سعيد النورسي، لقاءً روحياً، فقد عرفت عنه الكثير والكثير من خلال قراءاتي لما تركه هذا العالم الجليل، وبالتالي قمت بكتابة بعض الكتب حوله، بعضها مشاريع وبعضها كتب انتهت، وأنا في النهاية جمعت 5 أبحاث كتبتها عنه وأطلقت عليها اسم تأملات غزالية في مفاهيم نورسية. أيضا أنا جئت إلى هذا المؤتمر وأنا مشرف على أكثر من رسالة تتعلق بالنورسي نفسه. أيضا جئت في هذا المؤتمر من باب تقييم الأبحاث التي يقوم بها الطلاب وتوجيههم حتى تقوم أبحاثهم على وجه أفضل وتتم على ناحية أفضل، أنا وزملائي من الأساتذة. طيب، ما رأيك بالمؤتمر ككل؟ دعيني أكون أكثر قربا من السؤال. المؤتمر يقيم من جوانب عدة. المؤتمر في حد ذاته فكرة متميزة وعمل جاد يشكر عليه كل القائمين به، كل تلاميذ الإمام سعيد النورسي، الإمام بديع الزمان سعيد النورسي، كلهم يشكرون على ما يقومون به. فمن حيث الإعداد، إعداد جيد يبلغ درجة الامتياز. ومن حيث البحوث المقدمة فهي موضوعية، وبالتالي اللجنة التي قامت على هذه البحوث تتسم بالموضوعية والدقة، وفيهم أيضا فهم واع كبير. من الجانب الثالث، جانب الاستقبال، الاستقبال ممتاز. كل تلاميذ الأستاذ النورسي وكل أصدقاء ومعارف الأستاذ النورسي وكل المدرسة النورية يقومون بواجباتهم فوق ما هو متاح، يقومون بكل خير جميل. نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي نتائج هذه الأبحاث. أظن أن نتائج هذه الأبحاث ستكون ذات مردود إيجابي، لأنها أبحاث متنوعة لم تقتصر على جانب بذاته، إنما شملت أنواع التجديد، والتجديد كما نعرف هو عصب الحضارة الإنسانية، فلم تقم حضارة أبدا على التقليد، وإنما قامت كل الحضارات على التجديد. شكرا. ما رأيك في قيمة البحوث التي ألقاها الطلاب؟ البحوث التي ألقاها الطلاب منها بحوث منتهية، وهذا عمل متميز، والطلاب استقبلوا توجيهات الأساتذة على ناحية صحيحة من ناحية المنهجية. وهناك بحوث تمثل مشروعات بحثية تتعلق برسائل الماجستير أو الدكتوراه، وهي أطروحات، والطلاب حينما يقرؤون هذا مع أساتذتهم إنما يتعلمون المنهج الذي يجب أن يسير عليه البحث العلمي من الناحية المعرفية. والعلم قاسم مشترك بين جميع الناس، وأيضاً المنهج المعرفي إنما هو الخطوات الأولية التي يقوم بها الباحثون، وبالتالي فالأبحاث التي انتهى أمرها أمكن التعديل على بعض النتائج فيها، وهذا أمر جيد، والأبحاث المقترحة للماجستير والدكتوراه سيكون لها النصيب الأوفى ما دامت قد وقعت في إطار التوجيه. وهناك أبحاث تقدم بها الأساتذة وهي ذات قيمة عالية وتفيد أيضا في الجانب الحضاري. كما قلت أن موضوع الندوة أو موضوع المؤتمر يتعلق بالتجديد، والحياة لا تقوم على التقليد وإنما تقوم باستمرار على التجديد. طيب، هل لديك نصيحة للطلاب الذين يدرسون عن سيد النورسي؟ الطلاب الذين يدرسون عن الإمام النورسي، نصيحتي لهم ألا يستعجلوا النتائج، أن يتعايشوا مع رسائل النور معايشة كاملة،
لأن ليس من الصواب أن ينتزع إنسان ما جملة أو بعض الفصول من كتاب ما ثم يحكم على صاحبه أو يزعم لنفسه أنه وصل إلى درجة الفهم، وإنما لابد من مراجعة الرسائل بوجه عام، وهو ما نسميه البحث الاستكشافي. فأول نصيحة للطلاب الدارسين للأستاذ النورسي هو القيام بالبحث الاستكشافي، ومعناه قراءة جميع الرسائل التي كتبها الأستاذ نفسه حتى يكون كل واحد منهم في موضعه الذي يجب أن يكون له. شكرا وأهلا وسهلا بك.